فريق ضعيف وضعيف جدا بوتسوانا حقيقة على المستوى الدفاعي ديما نحكي توا. جالاكسي على المستوى الدفاعي ما يربح كان 45% من لي شالنج نتاعو. جالاكسي عنده مشكلة كبيرة في البلاسمون، ورينا قداش مرة ترجي تنجم تكسر الخطوط معناها زوز تيلانين. جالاكسي في المركاج تريلاش، جالاكسي في لي بالارياني سايب برشا كورة، في الرولانس متوسط وقتاش يولي خطير كي الكورة تفوت سونتر في الثلاث الاخرين يرحم بوك تفوت سونتر الكورة تاع جالاكسي فو فير تريز اتونسيون. انديفيدواليتي عندها انديفيدواليتي موكوينا وزوز الاخرين والله اللي دخلوا في يعطيك الصحة. ليتوال ما عندها حتى ادنى حتى ادنى فرصة، بخلاف الفرصة هذه باش ترجع في الكورسة باش تترشح. وبالتالي النجم الرياضي الساحلي اللي مخوفني ما لقاش لي رولي اتير اللي هما بعد زدام وبعد بعيو، ما لقاش قرماني والعمري اللي يجيك دقيقه برقيقه برك اللي يجيك دون لي دون لي كولوار، وما لقاش ايهاب اللي ياخذ الكره في الانترفال باش يوصل كوليبالي، لانه ظهر بالكاشف بالضعف الحالي نتاع مستوى الاجنحه على مستوى التوزيع. بن عيادة والعوافي ما همش قاعدين يعطيو حتى في 20% باللي يعطيو فيه في المنتخب من نجاح التوزيعات. وبالتالي كي نبدا عندي اتاكون بنيه جسمانيه متوسطه وقصير ما ينقصش بالكدا ما يضربش بالكدا بالراس، لا نجم نلقاه في الاسباس، لا نجم نلقاه في ساقه خاطر قرماني والعمري ومساكني مش مريقلين، لا نجم نلقاه الفوق. قول لي كيفاش باش تماركي ليتوال وكاهو؟ هذا سؤال اني نطرحه الروجي لومير وبربي سامحني سامحني. كيفاش يلعب لي اصلا؟ يا هاني جيتك اللي قرماني يلعب نمرو 10 يلعب الثالث في الوسط رولي. يا سي روجي لومير يهديك، راك باش تلعب كونتر جالاكسي، راي جمعيه متوسطه جدا في الميليو تيران نتاعها، بربي اختانا من 4-5-1 يهديك ويصلح رايك. وراه في الاخير في الاخير صبر جماهير نجم الرياضي الساحلي عنده حدود، وكان النجم الرياضي الساحلي ما يربحش جالاكسي راهو إل بو كونسيديري اللي الشامبيونز ليغ انتهت بالحق بور دو بون مش فادليك راه. وكيما قال هو وقتها تو يركز بالبيان بالبيان بالباهي بالباهي على البطوله، خاطر هذه الشامبيونز ليغ ما حاشناش بها، قال لك انا وبونيوس وكيكا عندك شي عندي يا خويا. اخر فرصه الروجي لومير، نقول له من هنا من موقعي هذا اخر فرصه الروجي لومير باش يقنع جماهير النجم حتى بفوز ضئيل. معناها جوس المعلومه روجي لومير تو ربح راه دقيقه برك دقيقه برك، عمل اربع ماتشات اربع نويلات، دونك السيد فهمني ولا نستناه معناها اون اتوندي لو ميسي بعد لاسعد دريدي جات لا ميم كوبي او بير. دونك يا باش تبدا تربح من توا يا خويا السلام والرحمه وصباح الخير. نذكروا هذا التوقيت.